رئيس مرحبا بكم. كما قلنا في التوقف عند أهم الأحداث اللي صايرة في بلادنا وما أكثرها تتواتر ولكنها لا تتشابه، ولكن المشكلة أنها في كل أسبوع تزيد تخلي الرؤية أكثر ضبابية، ومفروض العكس هو اللي يصير، وإحنا ماشيين ونقربوا من الاستحقاقات الانتخابية، والمواطن ماذا به يسمع خطاب ينصت إلى نقاش يساهم في توضيح الرؤية وليس في مزيد معناها تلبيسها وتغميضها. مشيوا لأهم الأحداث كما قلنا، ما حاجات تصير ويمشي في باله تونسي يعني ما هيش هامة، لكن احنا نتوقفوا عندها. أنا مثلا لفت انتباهي التصريح متاع السيد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، يقول أعفاء كل إمام مسجد لا يلتزم بحياد المساجد. يقول السيد الوزير أن الوزارة باش تقوم بتكليف كل إمام أو إطار مسجد يثبت قيامه بتجاوزات بخصوص حياد المساجد ودور العبادة، ستقوم الوزارة بإنهاء تكليفه. قال سيد وزير الوزارة حرصت على وضع ضوابط شرعية وقانونية لتأطير الخطب المسجدية والمعالجة الآنية لكل خروج عن هذه الضوابط وعن الحياد السياسي. الوزارة، يضيف الوزير، أعدت ميثاق الإمام الخطيب بعد لقاءات حوارية مع الوعاظ والأئمة الخطباء بكل الجهات، أي دليل مرجعي يعتمد على امتداد العام. الباهي أن السيد الوزير شؤون دينية يلتقي في تصريحه وموقفه هذا مع السيد فاروق بوعسكر نائب رئيس ليزي، يقول ستعرض أمام الأئمة الخطباء جملة الضوابط والمبادئ التي يجب على مختلف الإطارات المسجدية الالتزام بها وفق الفصل 6 من الدستور، وأكد أن الهيئة ستتخذ جملة من العقوبات الانتخابية ضد كل من يثبت أنه تورط في استغلال المساجد لغايات حزبية وسياسية. هذه الإجراءات، اسمعوني مليح، قد ترقى إلى إلغاء كلي أو جزئي لنتائج الفائزين. خليكم حرية التعليق. لأول مرة دعوة صريحة سيد وزير الشؤون الدينية وكذلك من ليزي بضرورة تحييد المساجد عن كل تجاذب وتناكف سياسي. سبقتها دعوات كثيرة ولم تنفذ. نحكو من جوانب الرسمية، تحكي أنت قبل من جمعيات ومن فهمتني منظمات وغيره. حتى وزارة الشؤون الدينية في قبل هذا التصريح أصدرت كثير من البيانات ولم تطبق. الآن خطر ثم يعني حملة انتخابية رئاسية وتشريعية عاودوا المستوج، يعني عاودوا مجرد تذكير بالنسبة لك أنت. أنا مجرد تذكير لأنه إلى في الحقيقة إلى حد الآن نحن نعاني من هذه الأشياء. نقول فصل الدين عن الدولة وتقر به النهضة نفسها، مع ذلك لا وجود لها احترام لمثل هذا الفصل بين الديني والسياسي إلى حد الآن عبر المساجد. سي حامد، أنا أعتقد أنه قرار هام جداً. المره هذه ليزي مش يكون عندها دور في الموضوع. صحاب تذكروا لي انت مترشح رئيس قائمه في لا مانيش مترشح. أوكي. غير مترشح ولكن اساند هذا القرار. صراحه يجب فصل معناها الائمه في خطابهم بين العمل السياسي والعمل الديني الي طون باش الموضوع هذا يتوقف بشكل نهائي. أنا أعتقد أنه التصريح بشكل مباشر أنه هذا سيؤثر حتى على النتائج بتاع المترشح في حد ذاته، هذا لو كان يقع تطبيقه بالحق المرة هذه سيكون له تأثير إيجابي جدا على العمليات الديمقراطية. واضح. يقولوا سيلياس أنه مشكلتنا مش في القوانين، مشكلتنا في إنفاذ القوانين. في تونس اليوم عندنا أرمادان تاع قوانين ربما مش موجودة في حتى بلاد في الدنيا، لكن وقت اللي نجيبوا التطبيق نلقاوش حاجة كبيرة. مرة أخرى شكرا سي لطفي على الاستضافة. أنا الحقيقة تفاجأت بوجود قيادي من تحية تونس في البلاتو، كان شذايا البرنامج. أنا مرشح رئيس الجمهورية وطالب لقاء مقابلة يوسف الشاهد من أجل مشروع ضد مشروع وبيلون ضد بيلون. ما كان شذايا، كان عندنا سي حسونة، وانت قلت لي معنا سي حسونة وانا نتشرف به، أما كانش عندنا في البلاتو بريفيو قيادي
من تحية تونس اللي نحترمه. واما هذا الكونترا الكونترا ما تبدل وللاسف وما عاد مش لا مش نغادر لحد شيء. لا تحب تغادر انا تحب نحترم مرحبا بك هذا برنامج شويه هذا برنامج عنده 5 سنين هذه طريقة العمل اللي نتاعنا وهذه لين ايديتوريال نتاعنا مش هذا اللي فهمنا فيه هذه لازمنا نفهمه ما عندناش تفاهمات قلت لي باش نجي انت طلبت مش انا اللي طلبت اي وانا قلت لك شوي انت طلبت باش تجي ضيف عندي قلت لك مرحبا بي مرحبا وقلت لك شكون في البلاتو قلت لي مش نكون انا ومعايا سي حسون انا الاخر وقت ما نعرفش شكون عندي في البلاتو اما انا حر لهنا نجيب اللي نحب لا ما عنديش الاقصى انت حر لهنا. تجيب اللي تحب اما حر تعطيني المعلومه الصحيحه لا انت تو هاك لقيت واحد انت تفاجات به تحب تقعد معنا مرحبا لا انا باش نقعد انا نغادر تلقى الخير لا نحب انا نحترم اللي المستمعين نتاعك ما نغادرش ما يعرفوا مستمعيني عندهم 5 سنين يتبعوا ديما عندي 3-4 ضيوف هنا وعندنا ناس مختلفه اختلاف ما يسالش شو سي لطفي كي انت تو ما زلت مجرد مرشح مش مجرد انا مرشح لرئاسه الجمهوريه لا مجرد مرشح كيما العبارات الاخرين الكل مجرد مترشحين مجرد نهار تولي رئيس دولة تو تولي فما بروتوكول لا لا عشان نقول لك انا في ماهيش في نعملوا عليها تو محاضره حكايه تعديوها انت جبتها يظهر لي زايده لا ما زايده يظهر لي زايده كي تبدا فما مرشح رئيس جمهوريه يلزم يجيه مرشح اخر رئيس جمهوريه ما تستدعيتكش كمرشح لرئيس جمهوريه شو استدعيتني طلبتني كرونيكار نحب نتكلم اي نحب نتكلم كمرشح رئيس الجمهوريه احنا في حمله احنا في حمله انتخابيه اي باهي تترشح كرئيس جمهوري شنو المشكل شنو المشكل انت تحكم علينا شكون يجي في البلاتو لا ما نحكمش عليك انا سالتك شكون توجه لك هو بسؤال كلمك تخلى معاك في سجال تخلى معاك في نقاش انت تبارك الله عليك اعلامي وتعرف هذوما الخصوصيات الاعلاميه في الحملات الانتخابيه ما فماش خصوصيات مازلنا ما دخلناش فيها في الحملات الانتخابيه عندنا برنامج هو اللي قاعد يتنفذ تو عنده 5 سنين ماناش خلقنا اليوم ولا البرنامج هذا تعمل بمناسبه الانتخابات الرئاسيه كان عملناه بمناسبه الانتخابات الرئاسيه نقول لك مرحبا بك وحدك فما نتجاوزوها ماش نوقف عليها اما الاصل انه يا اما يجي سي يوسف سعيد وانا مره اخرى نطالب في كانت نضمنها لقاء ما عنديش برنامج هذا تو نتاع انتخابات رئاسيه يا سي ياسر يهديك عايش خويا وعلاش نجيب لك يوسف شاهد؟ ما نجيب لك عبد الفتاح مورو ونجيب لك البحري جلاس مرحبا علاش اخترت رئيس الحكومه انت بالذات؟ لانه هو اللي عنده البيلون انا نحب نقابل رئيس الحكومه لانه هو اللي بوخت البيلون انا كمرشح للرئاسة انت ماكش مترشح لرئاسه الحكومه باش كيف كيف تناظروا في البيلان كيف كيف بالعكس كيف انت كيف مفروض كيف. تناظر الواحد مترشح لرئيسه الرئاسيه رئيس الجمهوريه الله يرحمه توفى اي واحد توفى مش موجود كان جنب البيلان باش تحاسب عليها رئيس الجمهوريه السلطه التنفيذيه هو يوسف الشاهد تو متقدم كرئيس دوله السلطه التنفيذيه الكل تتحاسب عليها نجم نقول لك انا كرئيس دوله باش نكون مختلف على رئيس حكومه السلطه التنفيذيه تتحاسب عليها البيلان يلا نتعديها مش مشكله نرجع للسؤال نتاعك اعطيوك اسمها انا راني ما عضقتش لا 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 الافضل ما نعرفكوش يزي لعبات تعبت انا قلت لك نحترمك لعبات تعبت من التعاليق هذيا ومن المعارك هذيا ومن ما عندي حتى موش الاشكال مع هذه ومع هذه انا راهو بكل رحابة صدر كل مناسبة لتقديم المشروع اللي انا طارحه للتوانسة واللي انا مقتنع اللي توانسه فدت وملت من الحكايات الفارغه اللي كل مره نزوم في طرهات وما نحكيوش لا على مشاكلهم ولا على حياتهم ولا كيفاش الافكار اللي عندنا والشخصيه اللي عندنا والبرامج والتجربه اللي كيفاش باش نبدلوا لهم حكايتهم حياتهم. بالنسبه للموضوع اللي طرحته انا ديما نقول المشكله اللي معناتها اسس دوله الدوله هو قوانين عادله واحكام نافذه. احنا للاسف عندنا برشا قوانين ماهيش عادله وعندنا برشا احكام ماهيش نافذه. والمشكله تو مثلا الموضوع اللي طرحته انت واللي هو نتصوره موجود في القوانين نتاع مؤسسه وزاره الشؤون الدينيه منذ سنين منذ حتى قبل الثوره ماهيش حاجه جديده معناتها. المشكله في التطبيق كيفاش باش نراقبوا 5000 جامع؟ اليوم 5000 جامع في الخطب نتاعهم وكل ديما انا ماذا بيا وزاره الشؤون الدينيه في عوض تقول هذا رانا مش نطبقوا القانون ولا باش نفعلوا هالقانون تقول اليات تفعيله شو هما الاليات الجديده اللي حطتهم وزاره الشؤون الدينيه باش تخلط انه فما مثلا انه كل انه كل انه الحياد الحياد التام كيفاش ترى تفعيل الاليات هذه
تفعيل اليات الرقابه يلزم تفعيل داخل المساجد كيفاش يلزم في كيما اليات الرقابه الكل باغاني شونتيوناج فما حطوا رقيب في كل مسجد لا ما نجموش نعملوا في كل كيما كل شيء لا رقيب في كل انا كنت عندي وزاره الماليه وحنا عندنا رقابه بتاع العباد اللي تخالف القوانين فما دي بروسيدور اللي هما عصريين اكثر من اجل انه تكون فما رقابه مثلا كاميرات لا مش كاميرات وما عنديش اعطيني مثال ما عنديش معلومه انا اللي قال مش نفعلوا هالقانون يقول لنا هو كيفاش باش يفعلوا انا نقول لك فما اشكال نتاع رقابه توا انت راك ما عنديش هكا في مخي انا توا انت راك مترشح على الماجستراتور سوبريم مفروض عندك معناه المام بكل التفاصيل لا مش تفاصيل كل شيء عاد انا مش مترشح باش نجاري انا نعطي المبدا وبعد فما عباد يعطيوك هاو عندنا ثلاثه اربع حلول هذوما وزير ولا رئيس جمهورية ما ترشح الياس انه الظاهره هذه نتاع معنى تسييس المساجد استفحلت خاصه وقت اللي كنتوا انتم مع الترويكا شادين البلاد انا سيغتينمون زادت سيغتينمون زادت الظاهره هذه استفحلت في 2011 بالاساس 2011 تفكت الجوانب وقتها ما فماش دوله ما فماش نظام بالطبيعه اما من بعد جات دوله معكم انتم جات انتخابات وحكومه مع منتخبه معاك كنتوا تنجموا تاخذوا قرارات كبيره بل بالعكس شفنا الائمه داخلين قصر كرتاج وشفنا الائمه يجتمعوا بالعباد وشفنا ناس جايتنا من المشرق معناها تكفر فينا وتعاود تدخلنا الاسلام من جديد ويحبوا يطهروا لنا النساء ويحبوا معناها موتوا بغيظكم ويحبوا هذا كله صار في وقت الترويكا السعيده صحيح انا خويا لطفي لا وقع انزال ائمه اجلاء وسعود ائمه اخرين خارج اطار الدوله خارج اطار السلطه بالقوه وبالعنف تنساش راهو هذا هو مسار كامل مسار كامل 2011 كان فما الدوله تسيبت الامن وخر للهيجان اللي صاير مفهوم وعباد اختنمت الفرصه وهبطت الائمه وشدت الجوامع وتمركزت 2012 انا معاك اللي 2012 و2013 ما كانتش اليد الغليظه من اجل استرجاع، فما صارت عمليه استرجاع نتاع بوزاره الداخليه وزاره الشؤون الدينيه وعيط لهم الوزراء يحكيوا لك، احنا وانا في وزاره السياحه ولا في وزاره الماليه ما نجمش انا نكون مانيش انا رئيس الحكومه، انا نخدم في المجال اللي انا فيه واللي انا نتحاسب عليه، اما فما بطبيعه في التعاضد الحكومي مش نحكوا عليه سفخفاخ نحكوا على التكتل كحليف رئيسي في الحكومه مش حليف رئيسي كيما النداء عنده خمس سنين كيما مشروع تونس اليوم حليف رئيسي في الحكم هو وتحية تونس اليوم حليف رئيسي معناتها الكل واحد معناتها التحالف هذا اللي صار بحركه النهضه عندنا ثمانيه سنين حركه النهضه هي اللي في الحكم ويتبدلوا اللي معها من التكتل يمكن هو اللي بدا المشروع تونس اليوم كلهم حلفاء تحالف ائتلاف سميه اللي تحب هذا الكل اما في الاصل شنو اللي نقوله؟ في الاصل ما انتجنا وما حاربنا من اجل انه الامور تحسن سواء على لتاسيس باش نتعداو المسار هذايا في الجانب الاقتصادي في الجانب المؤسساتي في الجانب كتابة الدستور في الجانب ما رجعناش بالتوالي في الجانب أنه نحدوا من الغليان الاجتماعي والانفلات اللي نجم يكون حتى بما في الأمني صارت أخطاء 100% صارت أخطاء في السياسية 100% تكتل يتحمل جزء من المسؤولية 100% معاك أما ما نجموش نحمله للتكتل اللي عنده 10% معناتها من 20 نائب نحملوه مسؤولية وزارة الداخلية وزارة الدفاع اللي هو مترشح للرئاسة. لا احنا حملناه جزء من المسؤولية. لا وانا قلت لك نعترف انا نعترف فما مسؤولية. انه فما معنى عندكم مسؤولية الاعتراف مفروض يفضي إلى الاعتذار. هل تعتذروا للشعب التونسي على ما ارتكب في حق البلاد في الوقت ذاك في لا درس الاعتذار الحقيقه ما فهمناش علاش التكتل يعتذر التكتل كان حامي المسار هذا تكتل حماه انه البلاد ما تدخلش يا اما في فوضى يا اما في عدم احترام الصندوق والشعب أو تستر عليه سياسة واعطاه نوع من الشرعيه لا حماه يعني شرعية كنتوا الشرعيه الشعب اللي اعطاه كنتوا نوع من الجناح اللي استاذ معناها استظلت به النهضه انتم والسي بي ار انتم خاصه كحزب علماني في خلاف لهذا الشعب اللي اعطاه الشرعيه ما اعطيناش الشرعيه دونك نعتذروا للشعب اذا احنا اقترفنا حاجات خاطئه في حق الشعب كما قلت احنا احترمنا اراده الشعب حاجتين تعتذروا للشعب ولا على شو مش تعتذروا الشعب؟ نعتذروا اللي احنا عملنا الدستور لا خلينا من الدستور في السياسه نحكوا فيه من بعد الدستور بتاع كله معناها ثقوب لا انت تقول نحكيو فيها ما انت تقول ثقوب ولا يقولوا فيه التوانسه كله والمطبات اللي قاعدين عايشينها حتى التو هي تعرف انه فما كانت في الدستور كانت تعرفهم التوانسه الكل
هذه حاجه باهيه. التونس الكل ما نعرفش ما نفهمش شكون انا التونس الكل. دونك ما اخطاء لا تستحق الاعتذار عليه. هذوما اخطاء اي واحد يعمل في السياسه يخطئ ويصيب ويتحمل ويتحمل حتى ويتحمل بن علي اخطأ حتى ويصيب. لا 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 من ما يعوش القضيه. من ما يعوش قضيه من ما يعوش عبد اللي معناتها دوله نتاع استبداد وفساد وعباد بناد دوله فيها مؤسسات وبناد دستور ديمقراطي واحترمت الاعلام اللي توا قاعدين نعاود نركعوا فيه واحترمت القضاء وحاولنا في تصحيحه. الفساد فما ما حاربناه انا في وزاره الماليه. تعرف اللي توا ترتيبنا في الفساد من عند كبرى المنظمات ترانسبرانسيا وغير اكثر من وقت بن علي والفوضى فما تعرف ولا في كل انفلات وكل اعاده بناء فما عباد تغتنم الفرصه هذه باش تزيد تفسد. ما نلومه احنا ما نلومه احنا اللي يمكن فتره التاسيس بالخوضه نتاعها ب 2011 نتاعها وب 2012 وبالارهاب اللي تخل واغتنم ويوم وعمل عمليات الى حدود 2016 وحتى لتوا فما المفيد الفترة هذيك تجاوزناها واسسنا البلاد وحطينا هيئه انتخابات وعملنا انتخابات وعملنا دستور شيء. ما انا نحب اللي توا نقولوه الفترة هذيك نحكم عليها. الفترة هذيك تعاقب فيها اعباد وعباد قالت يا سيدي انا نحب عباد اخرين يجيوا يحكموا البلاد وجاوا عباد اخرين يحكموا البلاد. هات نقيموا في الخمس سنين هذوما صار على الصعيد المؤسساتي على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الامني على الصعيد الامل اللي رجع للتوانسه على كل الاصعده هذيا فشل ذريع. حتى شيء ما قدمنا فيه. كي تبدا هيئه دستوريه ما عملناهاش. كي تبدا انديكاتور ايكونوميك ما تحسنش. كي تبدا اصلاح جدي ما صارش. 2014 صارت انتخابات وتعاقب من كان في الحكم. تو نحكيو احنا في 2019، شعرنا في 2019، هات نحكيو على اللي عندنا في 2019. لكن انتم كحزب تعاقبتوا في 2014 طبعا كحزب طبعا اليوم نلقاوك انت كقيادة حزب مترشح للرئاسية طبعا. في حين ان حضوركم في الانتخابات التشريعية محدود جدا على مستوى الدوائر يظل 18 دائرة فقط 18 دائرة فقط. احنا سي لطفي احنا حاملين الرسالة بداية من عام من قبل الاستقلال نتاع تونس. لا لا ما نرجعوش للاستقلال. لا لا نرجعو لا لا إيه فما احزاب تاسست في عام 20. لا بشوي عاد نفصل لك شوي. تاريخ اليوم تسالني تحبني نجاوبك ولا تحبني نقول لك ما تعطينيش الديباجات نتاع ثلاث ايام حديث. جاوبني جواب على السؤال هذا. نعرفوا عندكم تاريخ كبير ونعرفكم عرضتوا في بن علي وكنتوا داكور. مش داكور هذا لازم ناثروا لازم تعرف العائله منين جايه. العائلة هذه منين جاية؟ هذه عائلة قلت لك العائلة هذه التحقت بها في 2011 بيان سور هيك ودونك في 2011 ساهل اسهل حاجة انك تولي معناها مناظر. لا مش اعطيني شكون اللي ناظر وقت بن علي؟ انت ما كنتش مش مع هذوما. انا مش خليني من العائلة. انت ما كنتش مع الناس هذوما وقت اللي كان بن علي وبالاستبداد نتاعو. ما تتجنش دونك لا مش تتجنش هذه لا لوجيك. اذا تو انت باش تركب على نضالاتنا صخرة هذيك مازال ثانية. ماشي حكاية ركوب. انا انتميت للعائلة هذه واتشرف اني انتميت لها وما زلت فيها. انتميت لها وقت هي في عزها وقت طاح بن علي. كان انتميت لها وقت بن علي راك بطل وتستحق صفة مناظر. اما توا بعد 2011 سهل ياسر انك تنتمي. شوف شوف انا مانيش قاعد نقول انا مش هذا اللي قاعد نقول فيه. انا قاعد نقول ماهيش حكايه بطوليه. انا قاعد نقول هذاك علاش قلت لك التاريخ بلا معنى تحكي فيه انت. كيجي يحكيه مصطفى بن جعفر ولا خليل الزاني نسمعوا. مش حكرا مصطفى بن جعفر. لا مصطفى بن جعفر التحق دي كومي ناضلوا يا سيدي بكل ما يقال ناضلوا ضد وقت بن علي. انت جيت دخلت وقت بعد البارتي موفات سي لطفي. انا يظل لي فما خلل في الوحده هذيا. رانا مانيش انا وياك في ماكش مترشح انت حسب رايي ماكش مترشح. شوف خليني يا رغم انه السيد حامد المغربي ولا الاشاره ما استدعيتوش انا سيدي. جاي وحده هكا يدخل هنا في الاستوديو ولا مش جاي وحده؟ البارح يطلبوني حزب تحيا تونس قالوا لي سي لطفي نجموش نبعثوا واحد باش يعطي رايه في اللي صار. تعديناها تو مش قلت لهم لا لا للتوضيح كيما ما استدعيتكش انت وانا مرحب بيك لكن انا ما استدعيتكش انت طلبت وقلت لك مرحبا بيك. قلت لهم انا مرحبا بيك. قالوا لي باش نبعثوا لك سي حامد المغربي. قلت لهم انا مرحبا بي. دونك فوالا النقطه لا جايبه لك باش يناظر ولا باش يحكي في نقطه ربما معينه لانه هو على افكارك فضلا عن كونه قيادي هو ايضا رجل. يا سيدي خليني ندافع على افكاري. اعطيني فرصه ندافع على افكاري. النقطه الثانيه اخويا خليني ندافع على افكاري بسرعه. انا كيف سي مصطفى بن جعفر كي تخل في 71 تخلي عائله مش معناتها العائله هذيك يولي هو يقول اللي قبله الكل. انت كي تدخل في مشروع انت تجيب حجره في المشروع هذاك. كي دخلت في 2011 التكتل في صبر الاراء في 0.2%. اما عائله عريقه ببنات تونس وفيها ايمان بالديمقراطيه والعداله الاجتماعيه قلت هذه العائله اللي انا نحس روحي فيها وانا لليوم فيها.
خلافا لوقت اللي طاحت وقت اللي طلعت. مش كيما السياحه اللي راهو فيها العباد ما عادش نعرفوا في الاخر كي نسالوا وين وفانا حزب الاحزاب تتبدل وتتغربل. هذاك هو الوفاء الى مشروع. المشروع هذايا ينجم يوصل للحكم، يساهم في حطانه، في مرحله كان يعارض من اجل حلم، وفي مرحله يحب ياخذ مشعل من اجل قياده المشروع هذايا، تجديده باشخاصه وتجديده بفكره. وانا حامل المشروع هذا. والله انا عندي سؤال حبيت نطرحه عليك، معناها علاش مثلا خلينا كنت الناس كل تتصور وتعتقد وتنتظر انه السيد مصطفى الجعفر هو اللي باش يكون مرشح التكت، وطلع هو في اكثر من طلاله عالميه وطلب دعم الشعب التونسي، ويبدو انه حتى صارت معناها طلب دعم ومساند بعض الاحزاب، لكن في اخر لحظه في الوقت الضايع نتفاجئوا انه الياس فخفاخ هو مرشح التكتل وليس مصطفى بن جعفر. هل لانه مصطفى بن جعفر تاكد من انه النهضه لن تدعمه فتخلى؟ شوف لفائدتك انت، معناها كنت انت مجرد لا معوض لا اكثر ولا اقل. لا شوف فما كل مسار مسار على روحه، مسار سي مصطفى للترشح، وصار سي مصطفى غادر التكتل من 2017، صار مؤتمر ثالث وسي مصطفى خرج من الحزب وفما قياده جديده وانا رئيس المجلس الوطني، وسي مصطفى كان في مسار رجل دوله يخمم في الترشح من اجل المشروع على روحه، وفما الحزب متقدم للتشريعيه ويخمم، وقال وقلناها صراحه انه الانتخابات الرئاسية سندعم المرشح اللي يمثل العائلة هذه، ينجم يكون سي مصطفى ينجم يكون واحد آخر. كي كانت الرئاسية بعد التشريعية، يعني قلت لك أنا زوز مسارات ماهوش مربوطين بعض. سي مصطفى في المسار هذاك اتخلى، مشروع وراء أنه المشروع نتاعه ما فيش حدود، مشروع نتاع توافق ومصالحة وطنية وغيره. احنا كحزب كي تقدمت الرئاسية على التشريعية قلنا هذه لحظة من ما يلزمنا يكون عندنا مرشح، وخاصة أنه عندنا مرشح له القدرة أنه يقدم مشروع للبلاد. كي ما نجموش نقعدوا نتفرجوا في الوحدة هذه وعائلتنا ما هيش ممثلة. وأنا نرجع لزميلك سي زياد كريشان قال الممثل الوحيد للعائلة الاشتراكية الديمقراطية هو الياس فخفاخ. العائلة هذه يلزم تكون عندها مرشح يقدم مشروعنا، وأنا مرشح يقدم المشروع العائلة هذه. زوز مسارات ما عندهم حتى علاقة. علاش ما كانش خليل الزاوية مثلا؟ احنا داخلنا وداخل المجلس الوطني تلاقشنا، سي خليل الزاوية متقدم على تونس واحد، وفي الفترة هذه راوا أنه المرشح للرئاسة الجمهورية فما جيل نتاع اقتصاد ومرحلة اقتصادية بالأساس، رينا داخلنا انه يكون رغم انه معناها المساله الاقتصاديه ماهيش هي من اولويات صراحه نرجعوا لها الجمهوريه نرجعوا لها بعد. هب ناخذ رايكم في عمليه ايقاف وتفتيش وما وصف باهانه السيد حافظ قايد السبسي في مطار تونس كارتاج. استاذ عندك فكره؟ ما عنديش فكره الحقيقه، الفكره اللي عندي بسيطه جدا، لاحظتها كما لاحظوها التوانسه الكل في مواقع التواصل الاجتماعي. بقى نحب نتعامل مع المعطيات الرسمية الصادرة على أجهزة الدولة. ديوانة قالت أنه عندها معلومات استخباراتية تفيد أنه السيد الباجي قايد سبسي هو مروح من قطر، يظهر مروح بفليجة فلوس ففرتوه وفتشوه، من بعد اتضح عنده ورقة تاع 50 أورو. السيد حافظ باجي قايد السبسي يطلع ويقول بصراحة أنه يتهم بأنه يوسف شاهد وراء التبهذيل اللي قاعدة صايرت له، لأنه مش لولا وقت اللي جا خارج مشى في باله باش تعدى بالصالون دونور قالوا له يبطى شوي. شوف سي لطفي، انا بسرعه في النقطه هذه خاطر جاتنا وقت الاخبار. شوف سي لطفي، بكل امانه نحب انا وقت اللي واحد يعطي معطى خاصه فيه اتهام صريح لراس السلطه التنفيذيه يلزم يكون مبني على الاقل حتى على قرينه بسيطه. وعلاش لا ما يكونش فما خلاف من نوع اخر؟ لانه نحب حتى قرينه بسيطه واحده حول ضلوع رأس السلطة التنفيذية في بين قوسين كلمة تشليك حافظ قايد السبسي، لأنه لا أعتقد صراحة أنه معناها مش نوصلوا نتيحوا لها البساس هذه، أنه معناها مش ما نعتقدش أنه مش يتيح المستوى لها الدرجة هذه أنه باش توصي عون نتاع ديوانة يتعامل بطريقة غير لائقة مع حافظ قايد السبسي. ما نعتقدش صراحة بيه. على الأقل الاتهام يجب يكون مبني حتى على قرينة مجرد بسيطة. معناها احنا مع انه كل مواطن تونسي على مستوى نفس المستوى، معناها المعاملة تصير في مطار تونس كارتاج سواء كان حافظ قايد السبسي او غيره. صحيح هو ولد رئيس الدولة المرحوم باجي قايد السبسي، لكن ما ننساوش زادة اللي حافظ قايد السبسي عنده جانب اخر، وانا نعتبره مسؤول على 5 سنوات من ضياع سياسي في البلاد، وبالتالي بقطع النظر على هذا يلزم يتعامل كمواطن بعد الخلفية
ثم تصفية حسابات ولا نرجع هو مباشرة بعد الأخبار. أستاذ معنا تعرف أنت إذاعي، تفضل عن كونك محامي وتعرف